السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في مستشفى اسكندرية للكلى. طبعا اجراءات الاحترازية، انا بس لابس الماسك بس هشيله عشان تعرفوا تسمعوا صوتي كويس. اسمي دكتور احمد جابر ادم، انا استاذ الامراض الباطنة والكلى جامعة اسكندرية ورئيس قسم الامراض الباطنة والكلى وغسيل وزرع الكلى في مستشفى اسكندرية للكلى. الغرض الأساسي من هذا التواصل مع حضراتكم أني أرجو أن تكون في أسئلة كتيرة عشان نقدر نجاوب عليها على قدر الإمكان. بس أنا هبتدي بموضوع أساسي، مش عايز حضراتكم ولا تخافوا ولا تكبروا دماغكم من الموضوع الأساسي وهو الفشل الكلوي. طبعا احنا عندنا حاجات كتيرة بالنسبة للكلى وغسيل الكلى وفشل الكلوي، والناس بتخاف من الموضوع ده. طبعا طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين الخلفية بتاعتي انا بتكلم اساسا، واحنا اصرينا ان يكون الكلام من واقع وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى امراض الكلى والمسالك في الاسكندرية، وتعتبر يعني هو الغرض من القعدة وليس إعلان عن المستشفى، ولكن لازم أوضح حاجة، إن المستشفى دي تعتبر علامة في الطب في مصر والميدل إيست الشرق الأوسط وأفريقيا بجميع المقاييس بما تقدمه من حاجات. بس أهم حاجة في وجهة نظري الأشخاص، وليس الفندقة والأجهزة ووحدات المياه وتنقية المياه التي تعتبر طفرة في الغسيل الكلوي في مصر. صراحة ما اعتقدش انها موجودة على هذا المستوى في اي حتة في مصر، مع احترامي لجميع الاماكن. احنا عندنا اربع حاجات تجوب اي مستشفى في التعقيم الحراري وصيانة المية والدائرة المغلقة، بيخلي المية المستعملة في الغسيل تعتبر بنسميها الترا بيور ووتر. نوعية الغسيل لو بصيتوا للخلفية بتاعتي المكنة دي تعتبر أحسن مكنة موجودة في العالم. احنا كومبيرينج مع أي مكان حتى في أمريكا وإنجلترا، والمرضى بتوعنا جايين من فرنسا وإيطاليا وأمريكا على المدى الطويل. أنا زي ما قلت الغرض من القعدة دي هو الإجابة على أسئلة، أرجو إذا كان حد من المستمعين الكرام أو المشاهدين حاب يسأل عن أي حاجة نستطيع نجاوب عليها. لكن هتكلم على الفشل الكلوي لأنه ولا الموضوع ده ولا يؤخذ ببساطة ولا يؤخذ بخوف زيادة عن اللزوم. أنا هبتدي بالجزء المهم وهو لا يؤخذ بالخوف الزيادة عن اللزوم، لأنه له ميزة أساسية وهو ممكن الوقاية منه، ودي النقطة اللي هركز عليها لغاية ما إذا كان حد من الأودينز حب يسأل أسئلة معينة ولا حاجة. في نوعية كتيرة من البشر معرضين للفشل الكلوي، الوقاية منه سهلة لو اكتشف بدري. أغلب الناس اللي بيغسلوا بيبقى عندهم مرضين أساسيين، الضغط والمرض السكري أو السكر اللي احنا بنقول عليه. الاثنين مع بعض في جميع البلاد الدنيا يكونوا حوالي من 50 لـ 75% من الناس اللي يقضوا ايامهم كلهم على الغسيل. المرضى دول لو ما عملوش في كل من 3 لـ 6 شهور لسنة تحليل بسيط جدا، وتحليل الكرياتينين، انا مش عايز حاجات كتيرة مكلفة للناس، لان لو فوجئنا ان الكرياتينين عالي يبقى في الحالة دي العيان ده لازم يتفحص كويس. انا للاسف شديد بافاجئ بناس عندها ضغط بقاله 20-30 سنة، سكر بقاله 10-15 سنة وما عملش حتى تحليل بول. الناس اللي هي ما عندهاش اي مرض يفضل ان بعد ما تعدي سن 40 تعمل تحليل الكرياتينين ده على قدر الامكان مرة في السنة عشان تتأكد، لسبب بسيط. الطبيعي بتاع الكرياتينين ده حوالي 1، لو بقى 2 ولا 1.5 حتى لازم يؤخذ إجراء. طبعا لو سمعني جزء من الدكاترة هم عارفين جيدا ان الكرياتينين ده كماركر او كتحليل بيبقى متأخر شوية. انا لست في غرض ان اتكلم علمي 100%، بقدر ما اسهل للناس المطلوب.
يعني الرسالة الأساسية من هذه الفقرة الحتة دي إن مريض السكر والضغط لو عدى عليه 3 شهور لست شهور وما عملش كرياتينين هيبقى مخطئ في حق نفسه في وجهة نظري. ده الجزء الكويس من الفشل الكلوي. والجزء اللي برضو كويس إن حتى لو شاء ربنا واختبر أحد عباده بأنه يحصل له فشل كلوي وتحط على جهاز الغسيل، بالذات لو كان الغسيل من النوع الحديث أو معنى أصح اللي محطاط فيه حاجات زي عندنا في مستشفى اسكندرية للكلى بوحدة مية ومعالجة وأجهزة متقدمة زي اللي ورايا دي، فمفروض إن حياته تبقى طبيعية. هو ده السكسس. أنا ما يهمنيش يعمل تحاليل ويتأكد كالسيوم وفوسفور والقصص دي، يهمني اللي يعيش كويس. وصراحة أكون أدعي إن أغلب المرضى بتوعنا بيأكلوا كويس بيتحركوا كويس. ده درس اتعلمته من 40 سنة في إنجلترا، إن الشطارة إنك تخلي العيان يعيش طبيعي وإنت تغسله زي ما تغسله. فالنقطتين الكويسين في كلمة فشل كلوي هو حاجتين: إن يمكن الوقاية منه، ولو حدث وأدى إلى غسيل مش آخر الدنيا، لأن العيان لو غسل كويس هيعيش طبيعي. أنا مش هتكلم على زرع الكلى وأنواع الغسيل التانية. نيجي الجانب الوحش، لو واحد كبر دماغه وما عملش وقاية ومنع حدوثه، المشكلة إنه هيبقى مربوط إنه لازم يغسل 3 مرات، مش آخر الدنيا بس غير أما ما يغسلش 3 مرات. فالبساطة المتابعة أكتر من إنه يستنى لغاية ما يحصل القصة دي. إحنا هنغير شيفت شوية جير. أو في حد بيشكر فيا؟ متشكر. لكن أنا هبتدي بسؤال من كريم فاروق. يوجد صديد في البول نسبة من 18 لـ20 وما يفيش دم، ولكن كرات الدم البيضة في تحليل صورة الدم 5200 طبيعية. ده السؤال. السؤال له كذا شق. معلش شق يمكن أبلغه للناس وللدكاترة الجي بي إن هم الصغيرين. مش معنى إنك لقيت، إحنا حتى اسمها في التحليل عادي كرات دم بيضة وليس صديد. المعامل بتكتبها صديد. مش كل كرات دم بيضة في البول معناها إن الراجل عنده التهاب ياخد مضاد حيوي. قصة دي يعني قصة للأسف شديد. العيان وجزء من الدكاترة، أنا عندي صديد في البول فيديله مضاد حيوي. الكلام ده أولا المضادات الحيوية نفسها ممكن تعمل أعراض على الكلى، ومش لازم كمان في كل مره يبقى عنده كرات دم بيضة نقول له لازم اعمل لي مزرعه. برضو الكلام مش علميا وبراكتيكال اكلينيكيا كويس. كرات الدم البيضة طول ما هي في اقل من 30 ولا حاجه تحتمل ان العيان يكون عنده التهاب ميكروبي عايز حاجه، والجزء الثاني ممكن يكون ببساطة مظهر من مظاهر أمراض تانية، أمراض مناعية، التهاب نفروزي في الكلى، التهاب بيخلي مصفة الكلى تنزل زلال، لازم هيبقى فيها كرات دم بيضة عالية شوية. ده يعتمد أساسا على مهارة الدكتور إن يفرق بين ده وده. وصراحة ده جزء اتعلمته من إنجلترا من زمان، الفرق بين دكتور ودكتور إن الدكتور يطلب الحاجة اللي مطلوبة وليس يطلب له من الألف للياء. هتابع السؤال من 18 لـ20. طبعا وقال لي ان تحليل الدم كرات الدم البيضة 5200 طبيعية. في اغلب الحالات هي ملهاش دعوة بالعلاقة قوي، هي طبيعية فمش هعلق عليها. 18 لـ20 تعتمد على الشخص، شخص عمره كام سنة، بيشتكي بسكر ولا ضغط، ست كبيرة مركبة قسطرة. يعني ممكن ندي محاضرة على 18 لـ20. واهم من كده هو ايه الشكوى الاساسية، هل هو حرقان في البول ولا مجرد عمل تحليل بول ولقى من 18 لـ20. الناس مبسوطين ان انا معاكم، يا رب يكون صح. هل ممكن عمل قسطرة للشريان التاجي لمريض بيغسل؟ الاجابة طبعا. ده انت قلت الحاجة السهلة. لو موضوع الشريان التاجي في مشكلة بحيث
دكتور القلب او الاشعه التداخليه عايز قسطره وعايز يدي صبغه، لو العيان على فكره الموضوع ده انا سعيد بالسؤال، وعايز يعمل صبغه وبيغسل مليون البيه ما عنديش اي مشكله. الكلام فيه كلام عجيب جدا ما ليس له سند علمي ولا براكتيكال، وانا عايز اي حد ممكن يناقضني او يجادلني. نغسل مرة قبليها، نغسل مرة بعديها. اولا الفلتر ما بيشيلش الصبغة. مش هدخل في مناقشة علمية برا الموضوع قوي عشان ما تزهقوش، لكن الجواب المختصر زي ما بيقولوا ان المريض اللي بيغسل واحتاج اشعة بالصبغة سواء على شرايين التاجية او اي شرايين في الجسم يعملها في اي وقت ويغسل في ميعاده عادي، بس هي كاي دواء ممكن تعمل حساسية، لكن انها تؤدي الى زيادة الفشل الكلوي ما هو بيغسل. المشكلة مش كده، المشكلة في العيان اللي ما بيغسلش. لو واحد عنده كفاءة الكلى 50% حتى وهو ما بيغسلش وعايز اشعة تداخلية على القلب، الكلام ده بيتقيم بين الانسان وغيره، لان لو العيان اساسا ما بيغسلش ومحتاج القسطرة لازم يعرف ان عندنا معادلات، مش مجرد الدكتور احمد قال له نسبة ان بعد الشر الكلى تتعب 10%، لا، في معادلة تشمل من اول سنه وحجمه ووزنه والكوليسترول عشان يفرق نسبة حدوث ان يحصل فشل كلوي حاد لو اخد الصبغة وهو ما بيغسلش. وفي الحالة دي نسبة حدوثها بتعتمد على حاجات كتيرة، بس في نقطتين. لو هو محتاج الأشعة دي طبعا لازم يعملها عشان لو قلبه ما تصلحش حياته تبقى في خطر، مع الأخذ في الاعتبار ان نسبة حدوث بعد الشر الفشل الكلوي هتكون كتيرة. النقطة التانية انه لازم يتحضر، لازم دكتور ذو نوعية يا مس عايزه تعملي حاجه ادخلي، طب عادي، ما هم عارفين ان احنا لايف، اعملي اللي انت عايزاه ما تستاذنيش، معلش خليكي زي ما انت. ها هو بيشتغلوا، انا بالعكس انا عايزين نحسسهم ان احنا في وحده وفيها شغل يعني. فهي عايزه الميزان عشان توزن، طبعا للاسف الشديد بعض الوحدات ولا عندها ميزان ولا ميزان بيقيس حتى. فالمهم حكاية القسطرة اللي هي في الغسيل، العيان اللي ما بيغسلش قد تؤدي إلى أن العيان يسرع بالغسيل، فلازم يعمل تحضير قبل وبعد، تحضير بمحاليل بعلاج وليس أنه يغسل بعديها. النقطة اللي عايز أوصلها للناس، ما فيش حاجة اسمها أنه بيغسل، أنه بياخد صبغة والصبغة دي يغسل بعديها عشان يشيل الصبغة. الكلام ده غير ذي سند بتاتا، وانا مسؤول عن الكلمه دي. في سؤال عندي، حصوتين صغيرين خالص يا دكتور واداني فوار، وكل ما اخده تظهر عندي اعراض تكسير في الجسم ورجلي توجعني وصداع والم من الفوار. كمبدا اساسي اي علاج يعمل اعراض جانبيه لازم يوقف مبدئيا ويرجع للدكتور يشوف الاعراض دي ممكن تكون غالبا متعلقه بالعلاج اللي اخده. كلمه حصوتين صغيرين اهم من الحصوتين هما مكانهم ايه في الكلى، لان لو مكانهم في جيب الكلى هيبقى مختلف عن مكانهم سدين الاناء كلوية. انا من ليبيا بنغازي، عندي الوالدة بتغسل من سنين، علما ان ضغطها من فترة ما كانش مش عارف اجيب التاعة دي، ما كانش 100/80. انا يمكن لست السؤال اساسا، نشوف السؤال ده تاني عشان بس الناس اللي هو كان من فترة ما قلش او ما فاتش عن 120/80. طبعا 120/80 يعتبر roughly speaking يعني ان هو كويس. بتغسل من سنين علما ان ضغطها ده ضغطها بالنسبة لي كويس. يعني مش عارف السؤال لو يقدر يسمعنا هو يقول لنا اذا كان في حاجة تانية انا هو بيسأل عليها بالظبط. الاسئلة معلش دي واحدة عشان اشوف بس بقية الاسئلة. حصوة تسد الحالب عملت ارتجاع الكلى ومع الم شديد في البول.
احنا مستشفى مجهزه يعني ريفرنس سنتر لجراحه المسالك. اما تيجي الحصوه، ده الكلام اللي لسه قايله، لو الحصوه سد انايه الكلى فلا بد بسرعه انها يعمل اجراء، لان الكلى في الحاله دي بتضرب راسها في الحيط، هتقعد تضرب راسها، تتحول من مجرد حصوه ومغص كلوي لبعد الشر فشل كلوي. سبب الغسيل هو زيادة نسبة السوائل ووظائف الكلى 90 يوريا وكرياتينين 6. اعتقد السؤال قصده ان هو غسل عشان يمكن مستغرب ان هي السوائل زايدة لكن الكلى 90 بس، مش مثلا 100 ولا 200 ولا حاجة، والكرياتينين 6. السؤال ده على فكرة لذيذ لسبب، لان الناس دايما بيسأل انا اغسل عند كام. الإجابة صراحة لو أنا قلت عند رقم معين ما بقاش محق، لأن ده بيعتمد على حاجات كتيرة من ضمنها العيان. يعني ممكن أغسل لعيان تحاليله 3 4 حتى لو هو محتاج زي زيادة السوائل، وممكن عيان بيجي مزمن مش عايز أقول كرياتينين بتاعه اللي بيتقال 6 14 وما نغسلش. الكلام ده مش حدوثة ولا كلام حد يستغرب له، الكلام ده لو حد من الدكاترة سمعني يرجع للجيسن ارتكل 2015. واهم حاجة في الغسيل حاجة اسمها سيمتوماتيك تريتمنت، لو العيان بيشتكي ده قصة، لكن لو ما بيشتكيش مدام الدكتور فوقيه ما يعرفه ما بيغسلش الا في وقت معين يحتاجه. ايرلي دياليسز يعني غسيل البدري مش دايما معناه صح، لكن في نفس الوقت لو العيان محتاج يغسل عشان قلبه تعبان صدره تعبان يغسل بغض النظر عن التحاليل. لو سمحت يا دكتور، والدي حللت يورين وكان نسبة الباس سيلز عالية، بس كانت بتشتكي من حرقان جامد وألم في المفاصل بتاعت الركبة ورجلها، والدكتور قال لها ده مش صديد وكتب لها على حقن أدفوميكاسين دواء كويس رأيه تاخده. عايز اعرف ايه علاقة الصديد بالبول بألم المفاصل والرجلين. انا هقول الكلمة بالانجليش، التشخيص سيبتيك ارثرايتس، لكن البول لما بيبقى فيه صديد طبعا دي حاجات مش متألف عليها قوي، لكن ساعات مجرد وجود صديد بيخلي سواء الصديد نفسه او حاجة مناعية مرتبطة بيه بتزود وجع المفاصل، وممكن تكون في حالتها دي الاتنين مختلفين عن بعض، يعني الاتنين ما لهمش دعوة ببعض. السؤال بقدر ما نستعمل نستعمل مدر، ده دكتور الراجل اللي من ليبيا بنغازي حبايبنا يا رب يفك كربهم. السؤال نقدر نستعمل مدر للبول ونغسل غسيل، كأنه بيقرا الكتب العلمية. على فكرة في حاجة انا ساعات بقول اسامي يعني انجلش شوية، incremental dialysis، يعني العيان يغسل مرة في الأسبوع أو مرة كل أسبوعين، ما يغسلش 3 مرات في الأسبوع، بس ده يستلزم إن العيان ياخد مدر للبول عشان يجيب بول. الكلام ده أثبت في مجلات كتيرة إن ده أحسن للعيان، أحسن بطريقة كتيرة جدا إن ياخد مدر للبول بجرعات تلائم العيان بحيث البول يشتغل، فالعيان نفسه يبقى كويس بس مش محتاج غسيل. في واحد بيقول لي وحشني يا دكتور، يا رب ما تشوفش وحش، شكرا جزيلا. معلش نشوف بس اللي تحت ايه. الحصوتين واحده مكانهم في الجيب اللي تحت واحده فوق، بس انا وقفت الفوار بس لسه الم المعده مستمر والصداع والمغص. حضرتك هتاخد حاجات لالم المعده والصداع، وكويس ان وقفت الفوار، بس كويس دي لها جملة تانية ان لازم تاخد علاج للحصوات. الحصوة اللي في الجيب غالبا حسب سن المريض بنتابعها بس ما بنعملش حاجة، لكن من الدكتور حسين جمال التوجه الى قسم الطوارئ عشان نحسسكم ان احنا في مستشفى، يعني عندنا مستشفى والارم سيستم عشان العيان لو تعب نلحق نجيب له الدكتور. دكتور احمد ربنا يبارك فيك ويبارك في حضرتك اساسا. الحصوه علاجها عشان ارجع للست كوكي، حسب مكانها، وبس لازم ما تتسبش.
خصوصا لو المريض كبير في السن شويه. الجرثومه في المعده واخده انترلوك وبدون فايده. يعني معلش انا ليا رايي، شكله زمايل الدكاتره هيتضايقوا مني، هيقولوا لي انت مالك ومال المعده. حكايه الميكروب الحلزوني ده، معلش احنا في مصر عندنا مضاد كده، فكل واحد يعمل ميكروب حلزوني وياخد له علاج. انا مش بقول ان الميكروب حلزوني ما بيأثرش على المعده، بس ساعات الموضه اما تزيد تبقى ملاش لازمه. انا لو مسكت 10 عينين ماشيين في الشارع وعملت لهم ميكروب حلزوني، والكلام ده مثبت في المجلات، هتلاقي منهم 5 عندهم ميكروب حلزوني وما عندهمش اي مشكله. ولو لقيت مسكت 10 عندهم وجع في المعده وعملت لهم ميكروب حلزوني، هتلاقي 5 ما عندهمش ميكروب حلزوني. قصه طويله، مش معنى كده ان لازم تتعالج، مش اي جرثومه تتعالج. كلام على فكره مثبت، مش كل في عندنا تعايش. تكلفه عمليه البروستاتا، حضرتك هتكلم المستشفى. حضرتك الواتساب بيني وبينك هو زعلان مني عشان ما بردش على الواتساب، معلش حقك عليا. انا عندي 2900 واتساب، لو قريت على ربعهم مش هقعد معاك دلوقتي ولا بعد كده. الله يرحم والديك، يا رب يرحم والديك. امكان التواصل معاك والله يحاول، هيدوك النمر التليفون. واحد بيشكر فيا، منور الدنيا، متشكر، نورة بيك. هي لغاية ما تيجي اسئلة تانية هنتكلم على حاجة اساسية، عشان بالنسبة للغسيل الكلوي، عشان انا الحتة دي هتبقى موجهة للناس اللي بيغسلوا. اللي بيغسل غسيل دموي ما يفتكرش ان دي اخرة الدنيا. للأسف الشديد حسب نوع الغسيل هيجي اغلب الدكاترة يقولوا كله وما تاكلش. معلش الكلمة اللي انا متربي عليها من 40 سنة، الشطارة ان اقول لك كل اللي انت عايزه. ده طبعا مش هيعجب قوي الناس بتوع التغذية، لكن الشطارة انه ياكل اللي هو عايزه وانا اغسله كويس. طبعا ده مش 100% بيحصل، لكن لو انا ما اقدرش اعمل غسيل متطور وكويس هضطر اقول له كله وما تاكلش. ولو ما عملتش كده عظمه هيتعب. هقول ومش كده بس، لو ما غسلش كويس، اهم حاجه في روشتة الناس اللي بيغسلوا كله هو الغسيل يبقى كويس. هقول مثال عجيب شويه، لو انت مسافر مصر بتوك توك، قبل ما توصل مصر عظمك كله يتكسر. لو انت راكب عربيه مرسيدس هتسافر كل يوم مش هيحصل لك حاجه، فبدل ما تعيش متكسر لازم تغسل كويس، احسن من انك تاخد حتى علاج بديل الدم. من دايما ممكن حضرتك تشرح لنا موضوع، بدخل حمام كتير وعملت تحليل سكر وتراكمي كله تمام والاملاح تمام. غالبا لو حضرتك راجل، استاذ حسن، غالبا بيبقى البروستاتا اساسا، فدي نقطه لازم تؤخذ. واحد دكتور كاتب بالانجلش بوست اوبستراكتيف دايوريسيز، يعني العيان اللي عنده حصوه بعد ما يشيل الحصوة أو تنزل يجيب بول كتير. وعلى فكرة دي علامة كويسة، بس الشطارة أن الدكتور يتابع الكلام ده عشان البوتاسيوم ممكن يوطى، فالبوتاسيوم يوطى يأثر على العيان. عندي وجع في الجنب الشمال وإفرازات لزجة في البول وتقطع في البول، ده لازم أبسط حاجة يعمل أشعة تلفزيونية أساسية. ولو ما عملش تحليل بول لازم، لأن الإفرازات دي أسبابها كتير قوي، من ضمنها املاح الفوسفات، ومن ضمنها اي انواع املاح تانية، وممكن تكون بروتينات. مدة المريض في المستشفى بعد عملية البروستات، انا عايز اوضح ان انا دكتور امراض بطنة، استاذ امراض بطنة وكلى، ولست جراحة مسالك. فعملية البروستات، اي كلمة عملية مش تبعي قوي، الا عملية الزرع. عملية الزرع اسألني فيها زي ما انت عايز هجاوب. لكن وان كنت اعرف، بس مش حفتي ومالك في المدينه، فممكن هيعملوا القسم التسويق، هيجيبوا اساتذه مسالك، وعندنا فطاح المسالك، يردوا مده المريض بعد عمليه البروستاتا هتبقى كام لغايه ما تظهر. ظهرت، هل لب تاثير على الكلى؟ مش الدواء مش مكتوب، مش عارف اعرفه ايه انه دواء، وبيسال في دواء مسؤول عن الكلى، يمكن ياثر على الكلى.
على فكرة السؤال ده فتح لي نقطة ومهمة، أدوية المسكنات. احتمال الدكتورة شيماء العبد اتكلمت على الأدوية بتاع، بس أنا عايز أكد على حاجة. أدوية في عندنا مجموعة نون ستيرويدال أند أنتي إنفلاماتوري دراجز، ده اسمها كده، اللي هي الفولترين والكيتوفان. العلاج ده على فكرة مش معناه وحش، وحش لو استعمل غلط، والا لو كان وحش كان اتشال من الماركت، ما كانش موجود في ماركت عندنا في مصر ولا في امريكا ولا حاجه. لكن لو استعمل غلط بكل بساطه، وانا لسه عندي حاله اخذت 4 لبوسات فولترين وعندها فشل كلوي حاد ببساطه، عشان هي اتوجعت وعايزه تاخد حاجه تاثر الوجع. فيعني اذا كان في معلومه نخرج من القعده دي، لو تسمحوا ما تاخدوش أدوية مسكنات إلا في الشديد القوي خالص. كل دواء مسكن ممكن يعمل مشكلة. أفضل علاج لتقطع البول والبروستاتا ده حسب التشخيص. جلسة الـ HD والـ HDF بكام؟ ما تنتظرش إني أقول لك دلوقتي على الهوا، حضرتك تشرفنا وتشوف الكواليتي وتكلمني. وعلى فكرة الـ HD إحنا ما عندناش HD قوي، وإن كنا نقدر نعمل، لان صراحه انا مقتنع شخصيا ان الاتش دي اف اللي سائل السؤال ده له علاقه بالطب يا اما بالغسيل. اتش دي اف تفرق كتير قوي للناس اللي ما عندهمش فكره عن الفرق قوي، بنسميه غسيل متطور. نوع الميه ونوع الفلتر ونوع المكنه مختلفه. عندي حصوه، لو عملت تحليل الحصوه كانت تتكون من اوكسالات الكالسيوم، علاجها بيبقى مختلف عن الاملاح النقرس وكلام من ده. دخول الحمام كتير للبول واعاده دخول الحمام مره اخرى بعد ثواني، الشعور بالتبول. الحته دي حسب كذا حاجه، حسب سن المريض، حسب هو ذكر ولا انثى. عشان انك تدخل تصير شويه بول وبعدين ترجع تبقى عايز تصير نقطه تانية، الكلام ده بيعتمد نمرتين على السن. يعني مثلا الراجل اول حاجه نفكر فيها بروستاتا، الست زي ما عندي لسه مريضه فوق عندها مشكله في ديناميكيه التبول عن طريق المثانه. دخول ما هو علاج الاوكسالات الكالسيوم؟ حضرتك في سترويد ماغنيسيوم. لو انت عايز اجابه، انا صراحه كنت نفسي اقول لك لازم اشوف اتشاف المريض على كله، بس اذا كنت عايز اسم سترويد ماغنيسيوم. شكرا لحضرتك، ماشي، متشكر. كنا بنتكلم لغاية ما تيجي أسئلة تانية على الغسيل الكلوي. أنا بس معلش بقدم الأسئلة عن إن أتكلم لوحدي على موضوع. كنت أسأل حضرتك على البول اللي من 18 ل 20. الحالة لوالدتي وعمرها 80 سنة، تعاني التهاب فيروس سي وأيضا من بؤر في الكبد، وتم عمل أشعة تداخلية وتردد حراري ونتيجة استجابة عملنا تحليل لحاجة التبول أكتر من المعتاد ولسه مخلصة. يعني معلش، هو الحالة دي فيها حاجات كتيرة، من ضمنها إن الكبد فيه مشكلة. فمجرد 18 ل 20 بالنسبة لنا دي مش عايز أقول حاجة طبيعية، حاجة مش خطيرة قوي عند المريضة اللي ربنا يعافيها، فيها حاجات تانية أخطر. لكن دي نمرة واحد هقول لازم يعمل مزرعة بول، لأن دي ما ينفعش ما تتعالجش 100%، لأن عندها أعضاء جسمها التاني سواء الكبد وخلافه لازم يتعالج مظبوط. أنا لغاية ما تبان أسئلة جديدة ولا حاجة، أنا عايز أوضح إن المستشفى عندنا زي ما دايما بقول للتمريض وللدكاترة، لازم من الإبرة للصاروخ أي حاجة متعلقة بالكلى والمسالك البولية. لا يسمح إن يكون عندنا في حاجة ما نقدرش نعملها على المدى القريب أو المدى البعيد. بس أنا عايز أأكد إن أهم من المكن المتطور اللي في ظهري ده، أو وحدة المية المتطورة، أو الفندقة، أو الاستقبال حتى، الأهم البيرسونال، الأشخاص، المعاملة مع العيان ان هو مريض. كلمة دي مهمة جدا. عندنا كذا نوع من الغسيل الكلوي، سواء غسيل داخل العناية وغسيل خارج العناية.
الغسيل البريتوني للأسف هو عشان في مصر الوضع لا يسمح بغسيل بريتوني، فإحنا عندنا كفاءة الحمد لله، اتعلمت البريتوني كتير قوي في إنجلترا، لكن ما عشان الكلمة دي ممكن تطرأ، طب ما نعمل غسيل بريتوني. المشكلة الغسيل البريتوني ده بيحتاج أكياس، والأكياس غير منتظمة في الحضور، فالمريض ما ممكن في وقت ما يلاقيش السبلاي، ما يلاقيش الأكياس إنه هيغسل بيه. هل تكرار التبول مرات له علاقة بالإمساك الدائم؟ نعم، عشان تبقى عارف، أي عيان عنده مشاكل في التبول لا ينصح إن يكون عنده إمساك، لأن وجود الإمساك يخلي المسالك البولية مش حلوة. حضرتك أنا عندي كرياتينين ده 85%، والبولينة 25، مع العلم أن عندي كلية كبيرة وكلية صغيرة، وعملت أشعة بالصبغة ومعرفش أعملها بالصبغة ليه، والدكتور قال لي أنت مولود بيها كده كده، حضرتك الأمور طبيعية ممتازة. بس في نقطة، عندنا عيانين كتير بكلى واحدة، في مشكلة واحدة بس، إن حضرتك أنا معرفش السن، أستاذ أيمن، لازم كل 6 شهور ماكسيمم يتعمل تحاليل، وفي تحليل ما ذكرتوش وده تحليل مهم، زلال في البول. تحليل زلال في البول ده مهم عشان نعرف ان الكلى الوحيده الكبيره دي شغاله بقدر قد ايه، عشان نعرف نتعامل معاها. حضرتك اللي عنده نص كلى ممكن يعيش عادي، بس المهم المحافظه عليه. المشكله الوحيده اللي هتقابلك يا فندم، ان لو حد تاني غير سعادتك يا استاذ ايمن طنش، وابتدت ال 85% الكرياتينين ده، ولا البولين ال 25 بقت 100، النتيجه ان هي الكلى الوحيده دي لو تعبت هيبقى صعب جدا علاجها. فحضرتك في حالتك انت بالذات الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه. طبعا الالارم ده عشان يحسسكم ان احنا في مستشفى وعندنا مكان، وبيقول تعالوا يا سيستر شوفوا المكنة خلصت تعقيم ولا لا، وكلام من ده يعني. ها في ناس بيشكروا فيا، يا رب يجعلني عند حسن الظن. مريض بيغسل من 3 سنين، فترة أخيرة انقطع البول، بيجيب حوالي 5 سنتي، ما اعرفش اسأل ازاي 5 سنتي، يعني دوبك سرنجة. استاذ علي باين، على فكرة انت بتقول نقطة مهمة، أكتر من 99% من المرضى على الغسيل الكلوي الدموي في خلال من 6 شهور مثلا زي 10 سنين ما بيجيبش بول خالص. وللأسف الشديد إن دي بتبقى مشكلة، لأن العيان بيجيب بول. أنا عندي مقولة دايما زملائي الأطباء يعرفوها عني في المؤتمرات، 100 سنتي بول أبرك من 100 جلسة. البول بتاع ربنا لا يعوض صراحة. بس المشكلة انك لما هتغسل، مش عايز ادخل في تفاصيل، حاجة اسمها ريزيديوال كيدني فانكشن بتروح لأسباب مختلفة، دي ليها محاضرة علمية كبيرة، مع الغسيل الدموي بالذات. وعشان كده احنا اول جزء عندي ناس بيغسلوا مرة في الاسبوع بنسميه شهر العسل الغسيل، شهر عسل الغسيل لسبب، لان العيان ما بيبقاش محتاج ادوية كتيرة، بيشرب وياكل براحته، مش هيحصل له كرشة نفس بسهولة، بس بعد شوية بيبقى معتمد على المكنة. من فضلتك من فضلك، والدتي عندها مرض بولي، هل سيستيك، سيستيك كيدني ديزيز، سيستيك يعني عنده تكيسات. على فكرة الناس، مع احترامي حتى جزء من الدكاترة بالذات اللي مش متخصصين في الكلى، سيستيك معناها تكيسات او كياس. الاكياس دي مش مرض واحد، احنا عندنا شابتر يمكن 1000 صفحة لو عايز عن اكياس الكلى. اكياس الكلى من ضمنها، انا بس هقرب الموضوع، في كلى متكيسه وكلى عليها اكياس. الفرق كبير في الحاجتين، الفرق كبير في العلاج. هو السؤال لو عندها اكياس ابنها ولا بنتها هيجيله اكياس؟ الاجابه الوراثه موجوده ايا كان نوع الاكياس، بس مش كل بني آدم عنده كياس لازم بعد الشر يغسل. أنا مش عايز ولا هطمن ولا أفجع الناس، 50% من الناس اللي عندهم كلى متكيسة، وأنا أعني سميها أضل بوليسيستيك كيدني ديزيز،
وطبعا دي ليها انواع كتيره حسب الجينز اللي جايه منها. لو هو الكومن فرايتي يعني اذر بوليسيستيك كيدني ديزيز البروفد ناتشورال هيستوري يعني التاريخ المرضي العادي اونلي 50%، 50% من الناس اللي عندهم كياس يغسلوا بروفايدد يعني في المحتاط ان هو ما ضايقش الكلى، اخذ فولترين، ما صامش رمضان، حاجات كده يعني، ما عطش الكلى. حضرتك انا ايمن وعندي 38 سنه، وايمن اللي كان بيسال قبل كده، ما نشوفك يا ايمن انت كنت بتسال عن ايه. ايمن راح فين؟ هنشوف ايمن. هو ايمن بعت سؤال وبيقول لي انا 38 سنه، هو انا عشان سالته معلش مدور على ايمن. ايمن كان بيسال ده الشخص اللي عنده كلى واحده كبيره وكلى صغيره وعنده 38 سنه، يفضل ان بالكثير بالكثير كل سنه يعمل تحاليل ويتابع الكلى، والحالات دي اغلبها بتعيش طبيعي ما فيش مشكله. لغاية ما تبان أسئلة تانية، احنا بقالنا 41 دقيقة كده. إذا كان في حد عنده أسئلة تانية، أنا عايز أتكلم. احنا الحمد لله عندنا كل الخيارات من ضمنها زرع الكلى، بس أنا عايز أوصل حاجة. مش معنى أن العيان ما زرعش كلى وقعد على الغسيل طول عمره معناه آخر الدنيا، إن لو حد قال لك ان زرع الكلى نسبة نجاحه 100%، معلش يبقى غلطان. في احسن الظروف حتى في امريكا نسبة النجاح ما تزيدش عن 95 ل 99%، في فارق 1% الكلى ما تشتغلش. مش معنى كده الناس ما يزرعوش، لان الفرق بين غسيل الكلى وزرع الكلى فرق كبير جدا. بس مش كل زرع يفيد، ومش كل زرع مناسب لاغلب الناس، وله مضاعفاته. وزي ما الغسيل له مضاعفاته. في نقطة معلش أنا يمكن هذكرها ما دام لغاية ما حد أسئلة، يعني أنا اللي بيخطر على بالي بتكلمه، مع إن رمضان عدى بس الصيام، لأن الناس بتستحرم قوي اللي عندها كلى تعبانة شوية إنها لازم تصوم. دي خناقة بيني وبين العيان، أنا بقيتش أتخانق، أنا بقيت أقول له رأيي واعمل اللي أنت عايزه. طبعا كلمة الصيام لو حد محاضرة بيعتمد على العيان، من عيان طبيعي لعيان عنده كلى، نفترض معلش عشان نسهل الدنيا كرياتينين طبيعي نعتبره واحد، لو بقى 1.5 لـ2 قصة، ولو بقى 10 قصة، ولو بيغسل قصة. انا هتكلم على اغلب الناس اللي بيجوا بكرياتينين من 1.5 لـ3 كده ولا حاجة. صراحة الرأي اللي مسؤول قدام ربنا قبل ما اكون مسؤول عنكم، لا يسمح بالصيام مطلقا، وكلمة مطلقا انا قدام ربنا مسؤول عنها. ما ينفعش تصوم العيان 16 ساعة 30 يوم متتالية، لو هتعطش الكلى زي ما انت يبقى عندك ارض تبورها، فما ينفعش تسيبها كده. احنا معطلين العيانين عشان يدخلوا لسه شوية. طيب عشان العيان اهم من المتاع، مش كده استاذة هند؟ ماشي. المهم العيانين اللي بيقولوا معلش نستحرم ان ما نصومش، معلش انا اكمل الكلمه دي عشان دي نقطه خلافيه. الدكاتره زمايلي بيقول لك لا انا ماليش دعوه اتحمل مسؤوليتي، انا وجهه نظري هتحمل مسؤوليتي لو صومته وبقى بيغسل بعد الصيام. وعلى فكره عندي ناس كتير كده للاسف الشديد. حضرتك ربنا مش محتاج ان احنا نصوم او ما نصومش، محتاج نسمع الكلام. فهو قال المريض ما يصومش،
والكلى لو عطشتها وهي تعبانة زي الأرض الزراعية، لو عطشتها هتبورها هتبور. أنا عندي 43 سنة وعندي تكرار تبول ليلي، وأخذت علاجات متعددة وما حصلش فايدة. أنا عايز السن بتاع سعادتك أولا، وعملت أشعاعات ولا لأ؟ هذا الدواء الحيوي سيلينيوم، عشان هل يؤثر على الكلى؟ لا، السيلينيوم ما يؤثرش على الكلى، بالعكس ساعات بيستعمل. حضرتك انا عندي نقرس، كل ما بطل العلاج باخد علاجي على الكرياتينين، لسه عامل تحليل امس وتقرير كان 6 من 3 شهور، عملت تحليل عشان اطمئن. حضرتك تنصحني بايه؟ انصحك نمرة واحد عشان تبقى عارفين كلمة نقرس دي. على فكرة الكلام ده علم اساسا، احنا مش بنعالج تحاليل، بنعالج عيان. اذا حتى نقرس في المعمل طالع للعيان الراجل اخره 6 وانت 6 و1 ولا 7، حتى ممكن ما تاخدش علاج خالص عشان تبقى عارف. بيعتمد على حاجات كتيرة، خصوصا لو الكلى تعبانة. مش معنى كده تسيبه، ده بيفرق بين دكتور ودكتور، عشان الناس فاهمة ان الحق نقرس بتاعي عالي 6.5 وانا الطبيعي 6 لازم اخده علاج. الاجابة لا، خصوصا لو مريض عنده كرياتينين عالي 2. وعلى فكرة دي بالانجلش اسيمتوماتيك هايبر يوريسيميا، يعني التحليل بيبقى عالي من غير ما يكون شكوى. خلي بالك لو كان عندك شكوى في المفاصل والشكوى دي مثبتة ان نتيجة للنقرس، هو ده قصة تختلف تماما. حضرت ده بالنسبة للنقرس. في نقطة عشان تبقى عارف لغاية ما يطلع سؤال تاني برضو بتواجهنا، يا دكتور انا باخد علاج ضغط والضغط بتاعي بقى كويس 120 80 فوقفت العلاج. دي من ضمن الحاجات الخطيرة، ما هو العلاج كويس، الضغط كويس عشان انت بتاخد العلاج، او عندي سكر وبقيت اخد سكر علاج سكر وبقى السكر كويس، تراكمي بقى 6.5 هوقف العلاج طبعا. ودي من ضمن الحاجات الخطيرة، ما فيش حاجة، ما انت كويس عشان بتاخد العلاج، ممكن تحتاج جرعة اقل لكن ما توقفش. انا محمود، اهلا يا محمود، عندي فشل البولينة 45، كرياتينين 2.5 باين، معرفش فشل بولينة 45 دي ما تعتبرش فشل. احنا طبعا عشان تبقى عارف عندنا درجات من الفشل او الكسل، لغاية ما كرياتين 2.5 لو انا قريتها صح، ف 2.5 ده بنسميه ستيج 3 بالمعادلات، بيبقى عايز علاج معين عشان ما يتطورش. في نقطة مهمة حتى الدكاترة قالوا لي، هو التحاليل دي بتنزل يا دكتور؟ التحاليل طول عمرها هتعلى على طول، طول عمرنا. معلش انا هحكي حكايه، لان القصه دي وانا صغير من 40 سنه شكيت في نفسي، قلت احنا بناخد علاج وساعات تحليل تعلى برضه. ايوه، في كيرف، انا بتكلم عن الناس قبل ما يغسلوا الاثنين، تدي علاج تلاقيها بكره 2، بعد شهرين 2 و2 وهكذا. العلاج طبعا العلاج يعتمد على التشخيص، فطبعا مش كل 2 زي بعضها، لكن العلاج بيخلي التحليل اذا ناويه تطلع، بدل ما تطلع بكره وتغسل بكره تطلع بعد 10 سنين. لكن في نقطه مهمه على فكره، ربنا بعت لي حالتين ورا بعض عشان شكيت في نفسي، قلت الناس دول قال لك ايه، انا زهقت، بالذات الشباب، كانت بنت انا والله باخد علاج والتحليل مش راضي تنزل وبتطلع شويه، للاسف الشديد ما جاتش العياده، لقيت المستشفى بتكلمني عيانه بقالها 3 شهور ما جاتلكش ووقفت العلاج، الاثنين بقى 10، تعالى مش عشان تديها علاج عشان تغسل لها. معلش دي نقطه خطيره، يعني اذا طلعنا من الفيديو ده بحاجتين او كذا حاجه، نمره واحد تاخدش ادويه مسكنات، نمره اتنين لو انت طبيب سكر ولا ضغط ولو ما عملتش كرياتينين كل 3 او 6 شهور يبقى انت مخطئ في حق نفسك، في حق نفسك وحق اهلك، لان لو انت حصل لك فشل مش انت اللي هتتعب، عيلتك كلها اللي هتتعب، هيودوك ويجيبوك وحاجات كده. نمرة 3، العلاج في بعض الاحيان يخلي الوضع مستقر، الواحد اللي شعره شاب ولا اصطلع مش هيرجع له شعر تاني، لكن حبة الشعر يفضلوا موجودين، هي دي القصة.
دكتور عندي نيفروتيك سيندروم في سن 10 سنين بيروح ولا من ايه؟ الاجابه طفله 10 سنين. طبعا انت جيت على الليميت الصح، يعني according to the WHO والبريتش كيدني اسوشيشن، اسميها نيفرولوجي اسوشيشن، اقل من 8 ل 10 سنين احنا ما بنعملش عينه كلى وبندي علاج. نسبه استجابته للعلاج وان يبقى عيان طبيعي خالص لا تقل عن 99%. ما هو اقدرش اقول لك 100%. فالناس اللي على فكره الولاد الصغيره اللي يجي لهم زلال في البول اقل من 10 سنين اكتر من 99% نسبه شفائه. شفائه يعني شفائه يعني ما يجيش لا تقل عن 95-99%. احنا عندنا شفاء وعندنا علاج. علاج الراجل اللي عنده ضغط مش هيروح الضغط، لكن لازم ياخد علاج ضغط. اللي عنده سكر لازم ياخد علاج سكر الا اذا كان سكر ثانوي، لكن انها تروح لو واحد عنده لوز واخد علاج لوز تروح. فالعيان اللي هو نيفروتيك ولد صغير عنده او طفلة 10 سنين ايوه تروح واستبشري خير. امتى بنغسل؟ ما انا قلت لسعادتك ده جاب لي رقم يا دكتور يا استاذ الفاضل استاذ علي. الغسيل ملوش دعوه بالارقام، له دعوه بان في دكتور ربنا يلهمه الصح، عشان انا عندي عيانين والناس دكاتره زمايلي هيزعلوا عندهم كرياتينين 10 و12 و14 وما بغسلش، وعيان عندي 2.5 زي اللي انت بتقوله بغسل. الكلمه مش رقم، الكلمه حاجات كتير. في واحد بيشكر وفي واحد بيقول على دي امي، امي بتغسل كلى من 2015. انا اسف انا قريت حاجه تانية في اي الاسئله جت كتيره فانت رحنا ندور عليك تاني معلش. في اي نصايح لها لو ممكن تنصحني نزرع كلى ولا لا؟ حضرتك كلمه زرع كلى لعيانه، انا زارع العيانين 70 و75 سنة، بس بيعتمد، انا مش ده فضل مجالس بس ده كلام فعلا، يعتمد على العيان نفسه. العيان نفسه لو هو صحته كويسة ممكن نزرع له. انتوا طبعا لكم 5 دقايق كمان عشان احنا عندنا شغل والتمريض مستني ومحضر كل المكان والعيانين برة، عشان اقول لكم ان احنا شغالين، بس يعني احنا شغالين فعلا عشان تبقوا عارفين، فمش كده العينين بره. ومسألها بتقول يا دكتور احمد خلص عشان عيان هيتخانق معايا، مش كده؟ فحاضر. كفايه كده؟ طيب يعني لو انتوا حبيتوا نعمل جلسه تانية بعد يوم بعد سنه ابعتوا اعملوا كونتاكت للناس بتوع التسويق وقولوا لنا الاسئله وممكن نرتب جلسه تانية او ثالثه وعشره. اي اسئله انتم مرحب بيكم في مستشفى عندنا، تيجوا تشوفوا هتشوفوا صراحه مش برضو دعايه، تحسوا ان انتوا دخلتوا حته من اوروبا وامريكا. وجهه نظري الشخصيه ومعلش انا باكد على حاجه، انسى الفندقه وانسى ريسبشن الحلو وانسى كل حاجه، دور على البيرسونال الناس، وده اللي بقولهم وباكد، والتمريض بتاعي والدكاتره سامعين، هم دول الاساس، ولا المكن ولا وحده الميه، هم دول الاساس في النجاح وليس حاجه تانية. اعتقد ان احنا ازعجتكم وارجو اكون افدت بعض الناس، ويا رب اكون عند حسن الظن ونشوفكم على خير. محدثكم كان الاستاذ دكتور احمد جابر ادم، رئيس قسم امراض البطنه وامراض الكلى وزرع وغسيل الكلى في مستشفى اسكندريه للكلى والمسالك البوليه باسكندريه. نشوفكم دائما على خير. السلام عليكم ورحمة الله.